يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90 قد المقام. مساءكم زي الفل. والحقيقة احنا يمكن من يومين ثلاثة ومكملين لغاية بعد 6 اكتوبر كمان احتفالات النصر، نصر اكتوبر. الحقيقة فيما يخص قد المقام، او انا بطلع اتكلم معاكم في قد المقام عن مقامات انسانية، منها مثلا المقام النهاردة، مقام النصر ومرور 51 سنة على نصر أكتوبر المجيد. الحقيقة أجيال مننا كتيرة زينا كده ما حضرناش لا النكسة مثلا ولا الانتصار ولا حرب الاستنزاف ولا، ولكن شفناها أكيد في أفلام، شفناها أكيد في مسلسلات، شفنا الحدث يعني ما قبل وما بعد مثلا وأثناءه. دراما اتكلمت عن الحدث نصر أكتوبر، النصر العظيم. وكل حد فينا من اللي ما حضرش انتصارات اكتوبر لايف يعني عنده فيلم ما عرف منه نصر اكتوبر او ارتبط بيه ومسه. اكيد الفيلم ده انت اكيد فاكر اسمه وتبعتهولي على 199. كمان الاغاني اللي صاحبت انتصارات اكتوبر، ما بعد انتصارات اكتوبر، وكل كل ما ننتصر، كل اسفه، كل ذكرى، في اغاني تانية بتتعمل. طب الاغاني دي كمان رخرة اكيد اثرت فيك واثرت فيا. تفاصيل كتير بتقول ان الدراما المصرية والافلام والاغنيات خلدت ذكرى نصر اكتوبر. اختار معايا النهاردة الفيلم او المسلسل او الغنوة اللي نقلت لك مشاعر النصر. هبدأ بالغنوة 199 رقم الاس ام اس 2 18 10 8 66، هو رقم التليفون. ممكن حضرتك يلي بتسمعني او حضرتك تكلموني على 2 18 10 8 66، تقولولي ايه الفيلم او الاغنية او المسلسل اللي عرفت منها عن نصر اكتوبر واثرت فيك. يعني طبعا الاعمال كتيرة، احنا النهاردة مساعدينكم في بوست قد المقام على الفان بيج راديو 90، وكاتبين مجموعة كبيرة من الاعمال، خلوني اقراها لكم عشان لو انتوا سيئين وتبدأ كده ايه تسترجع معايا العمل الفني اللي اثر فيك ولغاية النهاردة لما تشوفه او تسمع الغنوة يعمل لك المشاعر اللي هي بنقول عليها مشاعر النصر، اللي هي الفرحة والفخر والاعتزاز. واحنا عملنا كده، احنا يعني اعجزنا العدو في 6 ساعات، احنا عدينا خط برليف، احنا المشاعر الايجابية دي مشاعر ايجابية لما نستدعيها طول الوقت. يعني انا بحب جدا الاحتفال بالذكرى، سواء ميلاد حتى في الاشخاص، الميلاد او حتى الرحيل، لانه الرحيل ده بيبقى يعني من هنا، لكن الأثر بيبقى موجود. يعني أنا بشوف طول الوقت الحدث اللي له أثر لا يموت أبدا، والإنسان اللي له أثر برضو لا يموت، والعمل اللي بيأثر في حضرتك وفي حضرتي وفي حضرة اللي بتسمعني الناحية التانية دي كمان العمل ده لا يموت. ممكن تبقى حتة مزيك. يعني عايز أقول لكم مثلا موسيقى عمر خورشيد في فيلم حتى آخر العمر، لما عمل المزيكا للفيلم وكان البطل محمود عبد العزيز والبطلة نجوى إبراهيم، الموسيقى دي تسمعها خلاص انت حاسس بالدراما اللي كانت جوه حرب اكتوبر. انت شفت مصاب اللي هو محمود عبد العزيز ازاي حياته بعد كده، ازاي حياته بعد كده، يعني تشوف فكرة انه هو ضحى بنفسه واصبح قعيد على عشان بلده، وازاي بقى في الممارسات الحياتية هو بيبقى جواه خلاص يعني، فبيدخل الخائن، الصديق الخائن اللي هو كان برضو عمر خورشيد، بيحاول يعني يبوظ له حياته، لكن بتبقى كمان الست المصرية اللي هي كانت ممثلاها نجوى إبراهيم او زوجة البطل بطلة بارتو. طيب التليفون طبعا بيرن، حاضر نروح بس بعد ما نقول مثلا ان المسلسلات تناولت حرب اكتوبر، انت عندك دموع في عيون وقحة، عندك رأفة الهجان، عندك الثعلب، السقوط في بئر سبع، الحفار، وادي فيران، العميل 1001، حرب الجواسيس. الافلام والاغنيات هقولها اللينك اللي جاي بعد ما نسمع هذه الغنوة.
وفي مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت حكاية انتصار الحقيقة لغاية النهاردة. لما بيجي الميعاد اللي هو كل شهر أكتوبر وتبدأ احتفالات النصر من أغنيات ومن أفلام، وتقعد تتفرج على الأفلام تاني وتسمع الأغنيات اللي بتكلم على النصر، أنت نفسك تحس ياه إيه ده، ده الإحساس ده حلو قوي. مشاعر النصر دي جميلة جدا. وبعدين لو جيت فصصت مشاعر النصر دي هتلاقيها فرحة وتلاقيها اعتزاز وتلاقيها فخر وتلاقي أصلها وحدة، وإن أنت يعني أنت تدور ده إحنا انتصرنا إزاي. هتلاقي المصريين كانوا قلبهم على قلب بعض جدا جدا في كل المناحي وفي كل المجالات. أنا معايا تليفون أستاذ حمدي. ألو. أيوة أستاذ بسان. أهلا 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 بحضرتك جدا. أنا مش عارف أقولي والله، أنا أول مرة شارك معاكو فمبسوط جدا والله يعني، والف مبروك يعني طبعا للشعب المصري وكل عيد. هو فعلا الف مبروك، لان كل سنه لازم نقول الف مبروك، علشان بس ممكن حد يسمعنا دلوقتي يقول لك الف مبروك على ايه. الف مبروك على النصر وان انت محافظ على هذا النصر لمده 51 سنه. طبعا انا والله يعني مش عارف اقول، انا اصلا مواطن من اصل مغربي، بس من اصل ايه جدا والله مغربي. اهلا اهلا. لكن والله يعني الانتصار ده بيمثلنا يعني بالنسبه لي حاجه كبيره جدا طبعا، لان يعني انت انتصار مصر في حرب اكتوبر 73 وانت حضرتك مغربي يا استاذ حمدي، ما اثر فيك؟ طبعا طبعا. كفايه الانتصار والفرحه والعزه والكرامه اللي رجعت مش لمصر بس للوطن العربي كله. صح. لان كلنا واحد. صح، كلنا واحد. واللي يقول غير كده على فكره يعني هو انسان مش دارس التاريخ كويس، لان مصر معنا اللي هي شديده فكل الوطن العربي طلب. طيب بما يعني بما انك كده مغربي الاصل ومصري الهويه والحب والهوى، قولي كده ايه الافلام بقى او الاغنيات او المسلسلات اللي اتفرجت عليها وكان جواها يعني كلام او دراما او حكي عن ذكرى اكتوبر ومأثرة فيك بتحبها جدا؟ انت عندك كام سنه الاول يا استاذ حمدي؟ انا عندي 20 سنه يعني، بس ده وهنتكلم على 20 سنه؟ بجد؟ بجد والله، بس انا للاسف مش بتابع افلام، لكن انا اتفرجت على رأفت الحجاج. أيوة. الممثل العظيم محمود عبد العزيز. أيوة. وبحب جدا اغنيه حبيبتي مصر الشاديه، يعني بنحس بقى باحساس تاني طبعا. يا سلام، يعني انت شفت رأفت الهجان وده اللي عرفك اكتوبر والاحداث الوطنيه في مصر؟ طبعا طبعا، هو ده فعلا يعني اللي حسسنا الاجواء بتاعتها. وأغنية طبعا حبيبتي مصر الشادية والأغاني اللي بنسمعها على الراديو. تمام. انا اولا متشكره ان انت كمان يعني حاولت اكتر من مره تكلمنا عشان تقول لنا كل الكلام الحلو ده. يعني بحب الراديو جدا وبحييك وبحيي كل اهل المغرب الحقيقه، اخواتنا يعني الشقايق. اسلامي، انا بجد عايز اشكر راديو وعبد الحليم كان بص بقى، لو يعني ايه لو رجعت التاريخ، عبد الحليم حافظ على طول كان في المغرب على طول يغني عندكم حفلات وتبقى الدنيا مقلوبه. طبعا العندليب طبعا، يعني كروان الشرق ده العندليب الاسمر، كروان الشرق دي فايزه احمد، لكن هو العندليب الاسمر. لا هو انا طبعا هو العندليب وكروان الشرق بالنسبه لي يعني انا ماشي، بس عشان يعني عشان فايزه احمد ومعجبينها ما يزعلوش يعني، لكن هو العندليب الاسمر طبعا. انت نورتني جدا جدا يا استاذ حمدي واسمعنا دايما. الحقيقه يا جماعه طول الوقت بنقول انه الدراما المصريه سواء مسلسلات او الافلام او الاغنيات هي بتحكي لك كل الاحداث حتى لو انت مش حاضرها. زي ما انا بقول في اجيال كتيره جدا ما حضرتش نصر اكتوبر 73، انا منهم، لكن شفت ده في افلام كتير وفي مسلسلات كتير وقعدت ادور وقعدت اذاكر. يعني انا افتكر مثلا فيلم الصعود للهوية، فاكرينه؟ كان طبعا الاستاذ محمود ياسين ومديحه كامل، وهي قدمت دور جاسوسه اللي هي هبه سليم، بس هي كان اسمها عبله في الفيلم. الفيلم ده انا وانا طفله وقفت عنده كتير جدا وعند المشهد اللي انا بقول عليه الماستر سين طول الوقت، لما هو يعني كرجل كضابط مخابراتي قبض عليها بالطريقه يعني واخدها في كانوا في الطياره، وبعدين لما قربوا على حدود مصر فبدأ يقول لها خدتي بالك ده ايه، شايفه الهرم يا عبله، شايفه النيل يا عبلة،
حفلة، فهي بتبدأ تفهم ان هي خلاص تم القبض عليها لتجسسها طبعا، والخيانة والجاسوسية دي من يعني من الجرائم الغير مغفور لها في حب الوطن. يعني الفيلم ده خلانا كلنا كأجيال نفكر في حب وطننا وفكرة الخيانة، وازاي ابقى مصرية واعمل كده. يعني هذه القوة اللي بيقدمها هذا الفيلم مثلا تأثر في أجيال. عندك فيلم الطريق إلى إيلات، وبالمناسبة يعني هحكي لكم النهاردة كمان على شوية أخبار عن القناة الوثائقية، لأن عندها كمان مجموعة مهمة جدا من الأفلام بمناسبة نصر أكتوبر، وفي كمان فيلم اسمه إيلات. هبة زين العابدين بتقول من الأغنيات اللي أثرت فيها قوي عاش اللي قال للرجال عدوا القناة. إيمي شرباجي بسلم عليكي. يمنى فاروق ازيك يا يمنى عاملة ايه. محمد نجدي بيقول لي بحب قوي نشيد بسم الله الله أكبر وعاش اللي قال. حسام دراج كل عام وأنتم بخير وأنت طيب. تحية لروح الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات. من الأفلام اللي انتبهنا كلنا ليها فيلم أيام السادات على فكرة كمان، لأنه أحداث الفيلم هي قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بدءا من مشواره في البداية خالص مرورا بحرب اكتوبر وتفاصيله وصولا لحادثة اغتياله في المنصة. النهاردة الحقيقة في الاحتفال بتخرج الدفعات العسكرية 2024 كان كمان احياء لذكرى رحيل سيادة الرئيس انور السادات. طبعا المزيكا يعني كل الناس كاتبين لي، وخالد كمان زميلنا بيقول لي عايز دموع في عيون وقحة هنشغلها حاضر، لكن بتظل كده موسيقى ياسر عبد الرحمن في أيام السادات.